أسأل حضرتك عن كيف سيؤثر هذا الاستهداف على كفاءة القيادة والسيطرة داخل حزب الله؟ في تقديري أن حزب الله لديه سلسلة تنظيمية بالغة التعقيد، بحيث أنه إذا حصل أي غياب لأي قيادي كبير، وهذا ما يتوقعه بالتأكيد حزب الله، يتم استبدال أو يتم إحلال قيادي آخر، وهذا جاء في سياق ما صرح به مستشار الرئيس الإيراني اليوم، بأن هناك حتى لو تم استشهاد أي قيادي من حزب الله فهناك بدائل أخرى وسيحل مكانهم قيادات أخرى. وبالتالي في تقديري أن حزب الله يدرك تماما بأن جميع قياداته مستهدفة، وبالتالي هو يعمل حسابه لمثل هذه الأيام. ولكن من الواضح أيضا بأن حزب الله لا زال مرتبكا في هذه اللحظات، لذلك إذا لاحظنا منذ الإعلان عن هذه الضربة التي أعلنت هذا اليوم، بأن ردود الفعل من قبل حزب الله لا زالت محدودة ومركزة فقط على مدينة صفد. لم نلحظ قوة نارية أو رد ديناميكي موسع وقوي يتماشى مع حجم هذه الضربة التي وجهت إلى حزب الله. وبالتالي لربما أن هناك حالة ارتباك وحالة إعادة ترتيب، ولربما أن الضربة أصابت بالفعل قيادة حزب الله ممثلة بالأمين العام لهذا الحزب، وبالتالي هناك واضح أن هناك إشارات من الفوضى داخل الحزب، أو لربما يكون أن هناك تريث من الحزب، لربما أنه يعد إلى ضربة قوية في الساعات القادمة. طيب الأمور لا زالت قيد التكهن وليس محسومة حقيقة.